السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه صاحي فلقيت الخبر الجميل دوت. بلا طبيب أو راعي، المصري مصطفى حسيني حقق ذهبية العالم لشاف المصارعة. والخبر كله بيدور على النقطة ديت، إن الاتحاد الدولي للمصارعة مفيش أي دعم خالص، مفيش أي اهتمام، مفيش توفير لأي خدمات أي حاجة خالص، والراجل اعتمد على نفسه. لسه قاري خبر امبارح إن برضه مصري قاعد يستلف ويتضايق ويلم من الناس عشان يعرف يسافر ويمثل مصر في اليابان ويقدر ياخد الذهبية. وغالبا احنا في الألعاب الفردية يعني بنكتسح، يعني حتى كانت كذا مرة بطولة العالم سكواش الأربعة اللي بيتم التصفية بينهم في الآخر الأربعة مصريين. فده إن ده اللي يدل على حاجتين: أولا المنظومة نفسها بتخنق، ما بتوفرلكش أي دعم، بالعكس هي بتحاول تسحب منك اي طاقة، انت بتجري وتتعب عشان تقدر تبقى انسان طبيعي. يعني كانت في واحدة هتمثل مصر وان شاء الله تاخد البطولة، هو لا انت مش هتسافر مع المدرب اللي بيدربك كل الفترة دي، لازم مدرب معين من عندنا احنا. ايوه، ما انت ما فيش مدرب معايا، انا معرفوش ازاي الراجل تعب معايا سنين، ايه واحد ياخد اللقب وتلاقي حد العاشر على الناس اللي بتلعب في مصر هو اللي يروح يمثل، فبيتدرب ويرجع. فدي مشكلة كبيرة جدا، يعني في مشكلة في النظام، السيستم، العيب في النظام. لازم في شفافية، ولازم اللي يتم الاختيار يتم بناء الاختيار على ايه، تختار بناء على ايه. الحاجة التانية الرهيبة إن عندنا مشكلة في العمل الجماعي. يعني ألعاب فردية ماشي، ألعاب جماعية ما بنعرفش نشتغل كتيم. يعني فكر التيم وورك دوت رغم إن إحنا بنتغنى بيه كتير، لكن هو مش موجود أصلا من الحضانة، مش متربيين عليه. فإحنا إحنا في مصر الحمد لله من أكتر الدول العربية واخدة بطولات، لكن نقدر ناخد قدها 10 مرات لو قدرنا ننظف منظومة الفساد اللي موجودة في شباب الرياضة، وندرب على فكرة التيم وورك أو فريق العمل أو أيا كان التسمية من طفولة من الحضانة.